مخزن لسببين، اولا علشان الحاجه تبقى حلوه ايوه ومش هتبقى موجوده مش بقى هتبقى موجوده في وقت الاستغلال، وعلشان اوفر، اصل انا هشتري كميه كبيره واخزنها بسعر غالي اكيد. أيوة. لا صح. فالهدف من التخزين عند ربات البيوت هو ان انا عشان استخدم الباميه مثلا طول السنه والبسله طول السنه ومش عارف ايه، واوفر، لان انا لو اشتريتها مثلا جاهزه او من السوبر ماركت صحيح. هتبقى غاليه مش موجوده في السوق، فهضطر اجيبها مجمده، ومش هخزن حاجه. دايما الستات الكبار يقولوا ايه، لا مش دي اللي بتتخزن، ده في بطاطس مش عارف ايه، ايوه نوع معين. فدايما حتى المزارعين نفسهم بيبقوا عارفين كده، انه اللي في الاول طبعا دي بتبقى للاستخدام خلال الموسم، واللي في الاخر بتبقى للتخزين للسنه اللي بعدها اللي او جاي. لفتره بعدها. طب والمانجا عندنا، عشان في ناس طبعا بتحب بقى المانجا، ده اساسي. المانجا طبعا. طبعا ايوه ايوه طبعا. امتى المانجا نخزنها؟ بتتخزن، انا هخزن المانجا اللي هعملها عصير، لان طالما جمدتها مش هطلعها تتاكل، صعب خلاص تقوم. هعملها عصير. فلازم المانجا انواع طبعا كتير، النوع اللي بتبقى يعني بتطلع لي شرايح بحيث ان انا دي. اقدر اعمل منها العصير، وفي نفس الوقت اللي طبعا مسكره، ما تستخدمش ليها سكر كتير، طبعا فطبعا بتبقى غالبا برضو في نهايه نهاية الموسم. الصح اخزنها زي ما هي كثمار كده، ولا ممكن الشرايح دي ما فيش منها والله مشكلة؟ يعني انا بشوف انه على حسب، يعني كل ربة الاسره بتحب تسهل على نفسها. اي طريقة، بس هو احنا هنستخدمها على ممكن طول. ان انا يعني انا هطلعها كده على طول على العصير، لو انا مقطعاها ومجهزاها على طول تمام تتعمل للعصير. اقوله طب